بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. انتهى موسم الحج وخلص خلصت هذه الشعيرة الكبيرة، وعاد الحجيج إلى بيوتهم. ربح في هذا الموسم من ربح وخسر فيه من خسر. الله عز وجل يقول عن الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فالسؤال هو: ماذا يفعل المسلم عندما يفرغ من طاعة كالحج مثلا أو غيرها؟ وما هي الدروس التي يجب أن نتعلمها من هذه الرحلة المقدسة؟ إن شاء الله نتحدث عن هذا الموضوع مع فضيلة الشيخ الدكتور جعفر الطلحاوي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بك دكتور. أخي الحبيب النجيب الأستاذ طارق والأحبة فريق البرنامج بلا استثناء وإدارة القناة والمشاهدون الكرام لهذه القناة المباركة والمسلمون جميعا في علم الله في ملك الله في دوام الله، وحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. طبعا انتهى موسم الحج شيخنا الحبيب، لكن لم تنتهي الدروس، فلو يعني نعرف أو نتعرف من حضرتك ما هي الدروس التي نتعلمها من هذه الرحلة؟ إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. دعنا نستن بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في أن نبدأ حديثنا هذا بالحمد لله تعالى، فكل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر كما في الحديث. فالحمد لله كل زفير وكل شهيق في علم الله في ملك الله في دوام الله، الحمد لله بجميع محامده في علمه، على جميع نعمه في علمه، على جميع خلقه في علمه، حمدا لا يبلى جديده ولا تبلغ حدوده ولا يحصى عديده ولا يفنى مديده ولا يفرغ مزيده ولا ينتهي أمده، في مثله في مثله، وهكذا دوليك سرمدا في سرمة بدوامك، ومع كل حمدلة مني أو من أحد من خلق الله في علم الله في ملك الله في دوام الله فإنا نؤمن على حمدهم، فاكتبنا اللهم من الحامدين معهم، واكتب لنا مثل هذا الحمد وعدده حتى نكون بمنك وطولك وفضلك أفضل عبادك يوم القيامة، كما في الصحيح: أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. والشهادة لله تعالى بالوحدانية في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ليس كمثله شيء، ولصفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد بالنبوة والرسالة، اللهم ألزمنا إياها واجعلنا أحق بها وأهلها منة منك وكرمة، حققنا بحقائقها ودقائقها ورقائقها ووثائقها، واعصمنا بمنك وطولك وفضلك منا واقضي ما أحيتنا، واختم اللهم لنا بها. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك منزلة، يا من قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقلت أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وإنك لا تخلف الميعاد، يا من كان وعده مأتية، اجعل آخر كلامي، وكل من يؤمن على دعوتي هذه اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثقل بها موازيننا، بيض بها وجوهنا، ارفع بها ذكرنا، ضع بها وزرنا، كفر بها عنا سيئاتنا، فرش بها همومنا، اقض بها حوائجنا بفضلك وطولك ومنك يا ذا الجلال والإكرام. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على صفة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه كل زفير وكل شهيق في علمك في ملكك في دوامك، عدد وملء وزنة خلقك، عدد وملء وزنة كل شيء في علمك، عدد وملء وزنة كل ما أحصى كتابه وجرى به قلمك وحط به علمك وسعت رحمتك وعلمك وعرشك وكرسيك وما شئت من شيء بعد، ملء وزنة أرضك وسمائك وما بينهما وما فيهما وما فيما بينهما في الدنيا والآخرة وما شئت من شيء من بعد، في مثله في مثله، وهكذا دوليك سرمدا في سرمة بدوامك، ومع كل صلاة وتسليم مني أو من أحد من خلقك في علمك في ملكك في دوامك فإنا نؤمن على صلاتهم وسلامهم، فاكتبنا من المصلين والمسلمين عليه حتى نكون أكثر خلقك صلاة وسلاما عليه، ونكون بمنك وطولك وفضلك أقرب خلقك منه مجلسا يوم القيامة وأولى الناس به يوم القيامة، وما ذلك عليك بعزيز يا من كان وعده مأتيا ومن وعده غير مكذوب، اللهم أمين. اللهم أمين. وبعد، فالسؤال الكبير: ماذا بعد الحج؟ ماذا بعد أفضل أيام الدنيا كلها كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام. باختصار شديد: ذكر الله عز وجل. ذكر الله. ذكر الله.
ولعلنا تحدثنا في برنامجنا ومضات من القرآن الكريم عن ذكر الله. بالتأكيد. وذكر الله هو طاعة الله، فمن أطاع الله فقد ذكره. والطاعة لله لا تقف عند شعبة من الشعب، ولا تقف عند تنفيذ آية دون آية أخرى، إنما طاعة الله تعالى مستمرة ودائمة بدوام حياة العبد لله عز وجل، كما قال عيسى بن مريم عليه السلام: روح الله وكلمته، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما دمت حيا، نعم، ما دمت حيا. وكما قال تعالى لصفة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يأتيك اليقين، واليقين هنا هو الموت، لأنه لا شك فيه. ليس كما عند شريحة من الناس أن اليقين أن الإنسان يصل إلى درجة تسقط عنه التكاليف كما يظن البعض، شطحة شطحات البعض، أنه يقول أن اليقين الإنسان يصل إلى درجة تسقط عنه التكاليف، يؤذن المؤذن ويدعو إلى الصلاة فيظل جالسا ولا يتحرك ويقول: هذا الرجل أتاه اليقين. اللي تسقط عنه التكاليف يبقى ذهب عقله. فقد قيل: إذا سلب ما وهب رفع ما وجب. إذا سلب ما وهب، يعني إيه؟ ربنا وهب الإنسان العقل، والعقل هو مناط التكليف. وفي الصحيح: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق أو يعقل. فإذا سلب ما وهب رفع ما وجب، ليس عليه تكليف، فلا تسقط التكاليف بحال من الأحوال. طيب، ذكر الله، ما الدليل على أن بعد الحج وبعد كل طاعة كما ذكرت حضرتك في السؤال، ما سيفعل المسلم عندما يفرغ من طاعة كالحج وغيرها؟ آيتان عجيبتان. في الحج يقول تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هذه في سورة البقرة: إذا قضيتم مناسككم. انطلق معي إلى النساء، وهي أخت السبع الطوال. القرآن كما قلنا فيه سبع المثاني الفتحة، فيه سبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. وبعدين المئون، السور التي يبلغ عدد آياتها 100 آية أو زد عليها أنقص منها قليلة. وبعدين المفصل على هذا الضبط بالشكل كالمعظم لكثرة الفواصل. ففي سورة النساء أخت السبع الطوال يقول تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. اي نعم. شوف الاحوال كلها، الانسان يا اما قاعد يا اما مضطجع يا اما قائم. قياما وقعودا وعلى جنوبكم. اي نعم. في كل الاحوال يجب ان نذكر الله على كل حال. أينا. ولذلك في الحديث الصحيح كان رسول الله يذكر الله تعالى على كل احيانه. ثم ايضا بعد ذلك الحج لماذا شرع؟ يعني في حلقات اللي تكلمنا فيها قبل دخول موسم الحج، قلنا لماذا شرع الحج؟ وشرع الحج لذكر الله. لما ترجع لآيات الحج في سورة البقرة تجد أن ورد الأمر بذكر الله في أكثر من موضع. أكثر من موضع. خذ مثلا قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلى ختام الآية. بعدها الآية الثانية يقول تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير زاد التقوى تكون عقبا. وبعدين: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر. وهنا قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. وبعدها بقليل بداية الربع، بداية الحزب الثاني، واذكروا الله بداية الحزب الثالث تقريبا أو الرابع، أيوة، واذكروا الله في أيام معدودات. أي نعم. بعدين لما تذهب لسورة الحج المسمى باسم هذه الشعيرة للدلالة على عظمها وعلى أهميتها، الصلاة معناها عبادة يومية لم تسمى بها سورة في القرآن، الزكاة معناها عبادة مالية وفيها يعني اقتطاع جزء من المال لم تسمى بها سورة، إنما سميت سورة من سور القرآن 114 سورة باسم هذه الشعار الأمية سورة الحج. تقرأ هناك لما بدأ المولى عز وجل يتحدث عن هذه البقعة وعن التردد عليها، يقول: إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العكيف والباد، إلى أن يقول:
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. رجالا، ورجالا يعني إيه؟ يعني مشيين، جمع راجل. أي نعم. وليس جمع رجل. أي نعم. يأتوك رجالا جمع راجل، الراجل يعني ماشي على رجله. أيوه، هناك فرق بين راجل ورجل. رجالا يعني ماشي مثل ما حضرتك تفضلت. أي نعم. رجال زي سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، تمنى على الله أن يمكنه من أن يذهب إلى بيت الله حاجا راجلا ماشيا. ليه؟ لأن الله قدم رجالا على قوله وعلى كل ضامر. أي نعم. ثم يقول وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليه؟ ليشهدوا منافع لهم، وبعدين ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تلفثه. أي نعم. ذلك يبقى إذن هدف رئيس ذكر الله سبحانه وتعالى. آدي فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. وبعدين سبحان الله الحق كله ذكر. صحيح. من أول إحرام إلى الوقوف بعرفات يلبي ويصلي يلبي، ولا يتوقف الحاج مفردا كان أو متمتعا أو قارنا عن التلبية حتى يرقي جمرة العقبة الكبرى يوم 10 ذي الحجة اللي هو أول أيام العيد. عند ذلك يبدأ التحلل وبالتالي يتوقف عن التلبية، ولكن يكبر ويهلل. وغير الحاج اللي لم يكتب الله لهم الحج يعني يذكرون الله تعالى في هذه الأيام. ولذلك الحديث الصحيح ما من أيام العمل الصالح فيها أحب من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير إلى آخر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.